رمضان تحديدا. يا كريم بونسوار عليك، طبعا برحب بيك انا وكريم، وكل سنه وانت بخير يا رب، وعارفين ان انت متواجد دلوقتي هناك. خلينا نعرف منك طبعا اولا الاجواء اخبارها ايه، وتحديدا كمان الاجواء الخاصه بتدريب النادي الاهلي. اتفضل. كل التحيه والتقدير ليك زميلتي العزيزه نهاوند، وكل التحيه والتقدير ايضا للزميل العزيز كريم ولجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني زي ما بنقول كان فوز مهم جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي، وشوط اول كان اكثر من رائع اداء ونتيجه. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي يمكن في المباريات تحديدا في هذا المستوى من البطوله الافريقيه بتقسم الى شوطين، عشان كده بنقول شوط اول نجح بشكل كبير جدا. لكن على الجانب الاخر في بعض الاخطاء، في بعض الامور الحقيقه مستر كولر النهارده، يعني نقدر نقول كان في سبت وحد اجازه بعد العوده طبعا من تنزانيا. النهارده يعتبر اول تدريب فريق للنادي الاهلي استعدادا طبعا لمباراه العوده على استاد القاهره بحضور 30,000 مشجع اهلاوي. ان شاء الله باذن الله يكون لهم دور كبير جدا كالعاده، يعني الداعم الكبير جدا والسند الكبير جدا للاعيبه النادي الاهلي هو الجمهور. عشان كده بنوجه كل الشكر والتقدير طبعا للجهات المعنيه، مجلس اداره النادي الاهلي اللي قدر ان هو يصل لهذا العدد في هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله يكون استاد القاهره مزين بجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله يكون بطاقه التاهل من استاد القاهره. يمكن عايز اقول النهارده قبل التدريب كعاده مستر كولر المحاضره بتكون محاضره فنيه بيعالج فيها بعض الاخطاء نظري وبيبدا يطبق عملي في التدريب. كان في بعض الاخطاء طبعا في المباراه الاخيره، تالق مصطفى شوبير الحقيقه كان اكثر من رائع في هذه المباراه، لكن مش عايزين ننسى الرطوبه والجو يمكن كان صعب جدا على فريق النادي الاهلي. شفنا الحقيقه كمان يمكن الجزء الكبير اللي نال من لعيبه المنتخب، يعني من منتخبنا الوطني من مباريات كانت فيها دور كبير جدا بدني وذهني وعصبي كبير جدا للعيبه النادي الاهلي ومنها الى تنزانيا. لكن زي ما بنقول عدت المباراه الاولى بسلام. ننتظر ان شاء الله باذن الله الشكل العام بقى لمستر كولر هيغير ازاي في التكتيك، ازاي هيقدر يعمل سيناريوهات عديده جدا للمباراه الثانيه. ان شاء الله باذن الله يكون موفق سواء في الاداره الفنيه من خارج الخطوط او في اختيار ال11 ان شاء الله لا يمثله النادي الاهلي في مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. كان بعض الامور حابين نطمن جمهور النادي الاهلي عليها، بعض اللعيبه يعني الحمد لله في مؤشرات كبيره جدا، على راسهم وسام ابو علي. يمكن وسام فقدناه في عدد من المباريات، لكن من المؤشرات ومن تقرير الطبي طبعا دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، ان شاء الله وسام يكون له دور في قائمه فريق النادي الاهلي وفي التشكيل كمان ان شاء الله. ظهر بشكل طيب جدا في تدريب اليوم، ويمكن خلاص يعني هو تم اكتمال شفائه بشكل كامل في حرص كبير جدا على كل اللاعبين اللي بترجع من الاصابات. لكن الحمد لله وسام ان شاء الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي باذن الله في مباراه يوم الجمعه. ايضا كمان الحقيقه الشناوي يعني ماشي في مرحله مهمه جدا. الشناوي كان في المانيا بيواصل عمليات التاهيل، الشناوي رجع اول امبارح وصل الى القاهره، وغدا ان شاء الله هنبدا نشوف الشناوي يعني بيواصل بقى الجري كده وبيبدا يخش في مرحله جديده في التاهيل. اضافه وقيمه كبيره جدا الحقيقه للشناوي. لكن زي ما بنقول النادي الاهلي بمن حضر مصطفى شوبير الحقيقه بيأدي اداء مميز، حمزه كمان لو خد دور هيبقى عنده اداء مميز جدا. هي دي الامور الحقيقه اللي بنراهن عليها على لعيبه النادي الاهلي وتحديدا في حراسه المرمى. ايضا كمان ديانج بيواصل التاهيل، ياسر ابراهيم بيواصل التاهيل، يمكن كل اللعيبه الحقيقه المصابين واصلين لمرحله متقدمه جدا في التاهيل. لكن ان شاء الله باذن الله الاهم بقى هو التركيز مع المجموعه، السكواد اللي متواجد معانا، اللعيب السليم يكون متواجد، ممكن نشوف روتيشن فيها المباراه الثانيه، بعض اللعيبه ممكن يتم الدفع بيها. كل الامور دي الحقيقه منتظرينها من مستر كولر. عندنا متسع من الوقت، مش هنقول كبير، لكن عندنا لسه كمان تدريب واثنين وثلاثه. ربنا يحافظ بس على اللعيبه ما يكونش في اي اصابات، وان شاء الله باذن الله المباراه الثانيه تكون من نصيب النادي الاهلي. كلام محترم جدا، وكويس ان انت طمنتنا برضو على اللعيبه الدوليه، لان للاسف الشديد فكره ان هم يعودوا على طول للمباريات برضو يا كريم وما فيش فتره استشفاء ده صعب جدا الحقيقه. فكنا مهم نطمن كمان على اللعيبه الدوليه بشكل اكثر تفصيلا، وفي نفس الوقت بقى ناخد برضو فكره من الجماهير. طبعا انت متواجد في النادي بشكل كبير جدا، انا عارفه برضو ان انت ليك علاقات كتير هناك، والناس دايما بتبقى بتتكلم معاك، ولما بتشوف على طول لوجو قناه النادي الاهلي. فالرسائل ايه، او خلينا نقول كده الناس حاسه بايه؟ هل لحد دلوقتي نقدر نقول الناس لسه مود رمضان مسيطر شويه على الاجواء، ولا لا بالعكس الناس متحمسه وبتتابع الماتشات يعني زي ما بيتقال كده عندها امل كبير في الشوط الثاني زي ما انت كنت بتقول؟ يعني الجزء الاول طبعا بالنسبه للدوليين الحقيقه كنا يعني زي ما بنقول كده حاطين ايدينا على قلبنا، اللي مش عايزين حد نفقده. المجهود كان كبير جدا واللعيبه بذلت كبير جدا، شفنا مروان ورامي ربيعه ومنعم الحقيقه قاموا بدور كبير جدا. لكن الحمد لله يعني القيمه الكبيره جدا والوعي الكبير والدور اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي الريكفري الاستشفاء مفيش وقت، لكن لعيبتنا عارفه ان في تحدي كبير وعارفه ان في مرحله مهمه جدا رهنا عليهم كبير جدا. لكن احنا عندنا حاجه مهمه، السليم 100% هو اللي يلعب، لان احنا مش عايزين نفقد اي حد، وده الدور الحقيقه اللي بيقوم بيه الجهاز الفني مع الجهاز الطبي.
ان شاء الله باذن الله كل لعيبه المنتخب تكون متواجده في مباراه سيمبا. المباراه مهمه جدا، مفيش حاجه اتحسمت لسه عندنا المباراه الثانيه، هي دي اللي هتحسم ان شاء الله بطاقه التاهل. لا يعني في داخل النادي الاهلي الحقيقه، يمكن ماتشات النادي الاهلي الحقيقه بيبقى ليها حافز كبير جدا وليها دور كبير جدا مع الاعضاء. يعني في اي توقيت بيكون في النادي الاهلي تحديدا مقر النادي الاهلي بالجزيره، مجرد ان الشاشه بيكون متواجده وفي مباريات النادي الاهلي، الكل بيسيب اي شيء وبيتابع مباريات النادي الاهلي، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي بتفرح الناس في رمضان. بيحاول ان هو يغير المود، بيبقى في صيام الصبح، الناس بتتعود على الاجواء، وخلاص احنا في الايام الاخيره الحقيقه من رمضان. فعشان كده الكل دلوقتي متجه بقى لمباريات النادي الاهلي، في كمان مباريات الدوري شغاله. انت عارفه كره القدم الحقيقه تحديدا مع جمهور النادي الاهلي شيء كبير جدا، لكن مستمره الاجواء في رمضان. يعني الاجواء هنا مستمره في رمضان، الاجواء الطبيعيه، الاجواء الجميله، الكل بيفطر زي ما بنقول، بيخلص الفطار بيجي يتجمع مع اصحابه، اجواء رائعه جدا هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا رب ان شاء الله باذن الله بس نرجع تاني لعيبتنا وجمهورنا، جمهور النادي الاهلي زي ما بنقول 30,000 يكونوا متواجدين بشكل كبير، بتشجيع، بتحفيز، 90 دقيقه ما بيسكتوش، كلها هتاف لفريق النادي الاهلي. لعيبتنا عندها هذا الوعي الكبير ان شاء الله المرحله الجايه فيها تحديات كبير، خطوه بخطوه نقدر ان شاء الله باذن الله نصل للمباراه النهائيه، ولكل حدث حديث بمشيئه الله. رائع جدا جدا، بنشكرك انا وكريم جدا يا كريم، كل سنه وانت طيب مره ثانيه، شكرا ليك جدا. هي على ذكر اجواء النادي الاهلي في رمضان، والحقيقه دي مش حاجه مقتصره على السنه دي بس ولا على فرع الجزيره تحديدا، يعني كل سنه بيكون دايما الحقيقه فيه. وهنا لازم نقف يعني وقفه تحيه واحترام وتقدير للجنه العليا للجان الحقيقه اللي